طبيعه المنطقه، المنطقه جبليه وظروفها قاسيه. فدائما الانسان يتاثر بطبيعه المنطقه اللي عايش فيها. فمثلا تجد يعني على البساطه مثلا تجد ابن الساحل طريقه المعيشه بسيطه فيه باعتبار مياه دافئه، شمس حاره او معتدله، رطوبه. اما ابن الجبل المنطقه الجبليه دائما يكتسب من صلبه الصخر في تكوينه في طبيعته حتى في عمل